كلنا طبعا هدفنا ان احنا طاقه مكاننا وبيوتنا والحته اللي احنا عايشين فيها تبقى احلى حاجه، لان يعني ده بيأثر علينا. نعمل ايه بقى عشان طاقه المكان تبقى كلها ايجابيه؟ يعني ناخد الامر بجديه اكتر من كده. يعني انا ببقى متضايقه قوي ان احنا كوطن عربي مش واخدينه بهذه الجديه زي امريكا، زي الامارات، زي الدول العربيه والامريكيه واوروبا، واخدينه بمحمل الجد، يدرس اكاديمي. احنا بالنسبه لنا هنا اول ما نقول كلمه طاقه يبقى شويه بخور وشويه ملح. لا، احنا مش واخدينه بجديه. ده علم هندسي يهتم بمسارات الطاقه الغير مرئيه في المكان التي تؤثر على سلوك الانسان. ده تعريفه الفونغ شوي. ما هو ده علم هندسي. انا اروح، انا شاب خدت شقه من شركه او من مقاول، هو عامل حمام وعامل كل حاجه والمطبخ، هي متشطبه اوريدي. اعمل ايه؟ لازم بقى اتعلم بقى، اشوف انا الشمس جايه لي منين، هل في تهويه جيده، الشمس داخله، هل مثلا عندي زي ما احنا قلنا حط لي الحمام وفي ظهره المطبخ، وبصيت لقيت الحوض في الحمام وراه البوتاجاز بتاع المطبخ، لا ما ينفعش، اعمل وقفه بقى. تمام، يا اما انقل البوتاجاز من مكانه واحطه دايما على حائط خارجي. دايما البوتاجاز معروف ان هو لازم يكون على حائط خارجي، ما يكونش وراه. طبعا حتى امنيا، وما ينفعش وراه شباك كمان، ده غلط، لان شويه حريقه مش مع شويه هواء ولع الدنيا. طول عمرنا معروف البوتاجاز يتحط على حائط صلب خارجي مش داخلي. تاني حاجة ببص كده على المكان مريح مفتوح، مش عامل زي العلب بوكسات ومسدود. أبص هل أنا عندي مثلا في الأوضة عندي إيه؟ عندي شباكين ولا شباك واحد؟ ويفضل شباك واحد بلاش شباكين. ليه؟ ليه؟ عشان أعرف أفرش الأوضة. عشان أعرف ألاقي مكان أحط فيه السرير والدولاب وبتاع. على حائط صلب. دي الحاجات دي مهمة قوي. ماجيش مثلا ألاقي نفسي مثلا، يعني برضو حضرتك برضو في المطاعم بنعمل حاجات غلط كبيرة زي جدا. زي ايه بقى؟ قولي لو سمحت. هقولها لك. من اكبر الاخطاء في المطاعم اللي بشوفها الربحية بتاعتها بتقل جامد جدا، يحط لي الكاشير وجنب على خط واحد، لا مع الحمامات بتاعت اللي بيستعملها النزلاء. تمام، اواجي يبقى دخلت البيت او دخلت المكان هلاقي الحمامات واضحة بالنسبة للمطعم او للكافيه او الحاجات دي. لو طبقنا ده على البيت والست اللي عايزه تحسن من بيتها وطاقه بيتها مع دخول السنه الجديده، يبقى برضو الحمام ما يبقاش في وش الباب؟ ولا ساعات كمان بسمع طبعا مش في وش سرير اوضه النوم يبقى الحمام؟ طبعا. يعني انت دلوقتي داخله مكان كله خير وبركه وبتقولي الخير خش للمكان. ما ينفعش اول ما افتح الباب ابص الاقي حاجه وحشه. زي ايه؟ زي باب. تمام، دي بتقفل السبل والسكك قدام الانسان في الرزق، يعني بيأثر على الرزق. اول ما افتح حتى لو محل، في محلات كتير بشوفها اول ما تفتح الباب تلاقي ايه باب. في مستودع او تكتل لحمامات. المطاعم برضو دي غلط كبير جدا، بتخلي المحل رزقه يقل. طب وفي